قال الشارح رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة من هم أبو يوسف؟ الذين يصلون إلى القبلة. فإن كانوا من أهل الأهواء يقال أهل قبلة، وإن كانوا من أهل الذنوب والمعاصي أهل قبلة، برهم وفاجرهم الذين يصلون إلى القبلة. قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. ننتبه لهذا الباب، فمسائل التكفير خطيرة جدا، مسائل التكفير خطيرة، وإذا انتهينا من ستعرف من هم الذين يكفرون. أهل السنة من أبعد الناس عن التكفير، من أبعد الناس عن التكفير. ولهذا لو جلست مع معتزلي وقلت الزاني الذي يزني ما حكمه؟ كافر. كيف كفرت بالذنوب والمعاصي؟ كفرت المسلمين. الذي يسرق؟ قال كافر. الذي يرابي؟ كافر. الذي يعق والديه؟ كافر. قال هذه عقيدتكم. أما أهل السنة فلم يسلكوا طريق الخوارج ومن إليهم، ولا طريق المرجئة ومن إليهم. المرجئة افعل ما شئت، المرجئة يقولون افعل ما شئت، والخوارج والمعتزلة من ارتكب الكبيرة خرج من دين الإسلام. القتل يعتبر من كبائر الذنوب، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. مؤمنون مع وجود القتال. وفي قول الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني هنا القاتل، فمن عفي له من أخيه، قال من أخيه، وجد القتل ولم ترتفع الأخوة مع وجود القتل، مع وجود القتل. طيب، قال رحمه الله: فأولئك كفروا المسلمين، الخوارج والمعتزلة كفروا المسلمين، والمرجئة ومن إليهم أغلقوا باب الردة. يعني ما في مرتد على مذهب المرجئة، ما في مرتد، الإيمان هو التصديق. وأهل السنة نظروا إلى الأدلة بالعينين، أولئك نظروا بعين وأولئك بعين، أولئك عندهم عور وأولئك عندهم عور. أهل السنة نظروا إلى أدلة الوعد والوعيد، أولئك نظروا إلى أدلة الوعيد وأولئك نظروا إلى أدلة الوعد وأخطأوا. ولهذا التكفير حكم شرعي، لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا إذا كفره الله ورسوله. المسألة ليست إلينا ولا إلى أحد من الناس، أن يدخل في دين الإسلام من شاء وأن يخرج من دين الإسلام من شاء، هذه ليست إلينا، وإنما هذه إلى الله ورسوله. ولا يجوز لأحد من الناس أن يتقدم الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله وإيانا
أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، يعني الناس في التكفير طرفان ووسط، طرفان نعم، الخوارج مع المعتزلة، يقابلهم من المرجئة، لهذا الشيخ الإسلام ذكر الواسطية بأن أهل السنة في باب التكفير وسط بين الخوارج وبين المرجئة قال فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، هؤلاء من هم؟ المرجئة، لا يكفرون أحدا. قال فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. نعم هذا موجود، النفاق، الكفر، والنبي عانى في زمنه من المنافقين صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين، أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، يعني مظنة الشيء الوجود، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أهل البدع، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، كفر بالذنوب. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، الأعمال الكفرية، يعني منها أعمال وأقوال وأفعال، ولهذا الكفر الجحود وهو ضد الإيمان. وعندنا الكفر أنواع، كفر الإباء والتكذيب والاستكبار والجحود وكفر الإعراض والشك، يعني هنالك أنواع من الكفر، لكن المعين إذا وقع في فعل كفري يقال لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة،
تقام عليه الحجة. بعضهم يكون حديث عهد بالإسلام كما يعني حدث في بعض المواطن مع الصحابة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني أسماء الإيمان بين الحرورية، الحرورية فرقة من الخوارج. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قال الشيخ محمد خليل حراس رحمه الله تعالى، قال: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، نقول الخوارج منهم من يستحل ومنهم من لا يستحل، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. الأصول كم هي؟ أصول المعتزلة خمسة، هكذا أصولهم خمسة، من يذكرنا؟ الأول ياسر التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات. طيب الثاني العدل، وما هو العدل عندهم؟ يعني لا قدر. الثالث منزلة بين منزلتين، بمعنى مرتكب الكبيرة لا يقال مؤمن ولا يقال كافر، يعني في برزخ بين برزخين، يعني برزخ بين شيئين، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الرابع الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بمعنى الخروج على الأئمة. الخامس تنفيذ الوعيد، بمعنى هذا أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة وأهل الكبائر مخلدون. فهذه هي أصول المعتزلة. قال رحمه الله: واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. الله، مرة خرج أخ دعوة فوجد رجلا من التكفيريين هؤلاء، فبدأ يدلل وقال له: نعم، لا تكلم، أنت كافر. نعم، فالأخ عنده خبرة وبدأ يبين له، فأظهر أن عنده معصية، قال: وأنا كافر. كفر نفسه
بنفسه. فأهل الأهوى متناقضون، أهل الأهوى متناقضون. وقد كتب أهل العلم في مسألة التكفير في ضوابطها والشبه التي ألقاها أهل الأهواء وفندوها. قال: فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، خلوده في النار مع الكفار، ووقع الخلاف في موضع تسميته كافرا إلى آخره. فمرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته. قال رحمه الله تعالى: ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، وفيه إشكال. فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات، هل في نسخة؟ قال: ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. والاستحلال وحده مخرج من دين الإسلام، يعني يقول الخمر حلال، السرقة حلال، الربا حلال، التي حرمها الله جل وعلا، فهو بمجرد الاستحلال يكفر، كما قال ذلك الإمام الشافعي: ولو لم يفعل، هو يكفر ولو لم يفعل. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.